في ايه؟ يا مريم اللي انت بتعملي مع فاتن ده؟ هو انت لسه شفت عمايل؟ لسه شفت عمايل؟ تاخد الحيوانة دي وتغوره في داهية يا الله بدل ما ارتكب فيكوا جريمة. انا خلاص خلاص جبت اخري منك ومن اعرفك. انت نسيتي نفسك ولا انا ممكن انزل حالا واحبسك؟ تحبسني؟ طيب طب على مفخلك اركبه. خلاص 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 على مفخلك اركبه. طب خلاص اطلع بره انت وهي يا الله. اهدي طيب اعمل لك اللي انت عاوزاه بس الحاجات دي مش ببلاش. بقول لك ايه؟ ما تجننيش. طب خلاص خلاص انا هاديه جدا. طب تمام انت ازاي؟ تفرجها بقول لك في داهيه. خلاص ايوه يا مدحت حط اي حاجه عليك يا فاتن ولا بسرعه. انا خايفه كمان مدحت عليها. والله خايف عليها قوي كده. مش هتعمل لك حاجه طول ما انا موجود. يلا بقى بس حاجه بسرعه ابوس ايدك. طلعها بره. قادر اطلع امها حالا. يلا ما ترجعش الا بورقه طلاقها. هطلعها هطلع امها كمان بره. اهو يلا بره. يلا اطلع بره بره. يا انت المجنونه. ماشي 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 خلاص. يلا يا ستي بسرعه بقى بالارنب اللي في رجلك ده. يلا بسرعه يا بنتي. يلا بتاعي.